ميامي. هلو، يا أهلا وسهلا فيكم. مقطع اليوم عن سكين بينك ميرسي، سكين النادر رجع بالإضافة مع سكين جديد روز جولد ميرسي. رح نشوف هذا المقطع إيش هي الأشياء الإضافية، ومن فين نشتري سكين، ومتى بداية ونهاية الوقت اللي نقدر نشتري فيه سكين. رح أجاوبكم على كل هذه الأسئلة. Let's go. هنا موقع Overwatch كاتبين كل حاجة عن سكين. ننزل تحت، شايفين هنا سكين بينك ميرسي، وكمان اللي تحت روز جولد ميرسي. هذه الأشياء كلها حتكون معه. ننزل تحت، شوف الأسئلة، فين أقدر أشتري سكين؟ طيب نشوف هنا، حاطينه في الباتل نت شوب، في المايكروسوفت ستور، وكمان بلاي ستيشن ستور، والنينتندو، وستيم. كلها حزمة مع بعض، شايفين هنا كاتبين فول باندل، حيكون سعرها $19. وكمان حتكون معها الأشياء اللي ورتكم هي فوق، النيم كارد وغيره. نشوف الأشياء الإضافية. هنا يجيكم تويتش دروبس، طبعا حتتفرجوا على أي أحد يلعب أوفر واتش من يوم 20 إلى 30، وحتاخدوا هذه الأشياء. تروحوا لتويتش، تكتبوا هنا أوفر واتش، تضغطوا على هذه. شوفوا هنا كثير ناس تلعبها، حاطين انهم هم مشغلين الدروبس اون، وحتيجيكم هذه الاشياء لما تتفرجوا عليهم. ننزل تحت شوية ونشوف عن الكولد روز ميرسي. يلا نروح نشوف سكين، نروح لميرسي ونشوف هنا السلاح عندها. هنا هذا البينك ميرسي بس جولد، وهنا الروز جولد. ننزل تحت ونشيل اللون الجولد، حشيله. نشوف كيف لون السلاح، هذا السلاح بينك ميرسي. وهنا الروز جولد. نشوف الفرق، شيء بسيط الألوان. أنا عجبني هذا السلاح من جوا، بس هذا ألوانه أحس أحلى. سلاح الروز جولد تقدرون تحطونه مع كل سكنات ميرسي. نلقي نظرة شوية كده ونشوف هنا شيء يفتح النفس. يعني شوف البروفايل سريع، لما تتفرجوا تويتش حتجيكم هنا في سبيشل. ميرسي سكين حيكون حصري لهذه الفترة المحددة من 25 جون إلى جولاي 8. يصير كده خلصت مقطع لليوم. لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وشير للناس اللي ما تعرف انه سكين رجع، ولا تنسوا الدروبز اللي في تويتش عشان ما تروح عليكم. شاركوني رأيكم تحت في الكومنتات، ايش اكثر شي عجبكم، البينك ميرسي ولا الروز جولد ميرسي؟